السلام عليكم ورحمة الله. اتصال عن خنازير دخلت بين البيوت عندنا في بيتونيا. بس احنا الوقت بيلعب دور معنا. بدنا ننزل نقضي السجن. ندخل الدوار نفسه. منفوت الدوار ويمين بعدين. باخذ شمال من عند الدوار يمين قصدك. مش على الشارع الرئيسي هنا. طيب. أنا مستقبل. أنا أخذت أول شمال ما نزلتوش. أخذت من عند الدوار يمين. صح؟ هلا أول مفرق على الشمال. أول مفرق على الشمال ما نزلتوش. ارجع 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 قدم قدم كمان 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 هي عند الشجرة هان ورا الشجرة ضل كمان ارجع طب بس قدم لا لا ارجع هي ارجع ارجع هاي 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 شفت ها ارجع ارجع بسرعة بسرعة هاي عند الشجرة عند الشجرة ارجع انا طلعت 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 ارجع ارجع هاي 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 ايش لمديك صار عن خنازير عند مدرسة الرواد في منطقة بطن الهوى رمل ان شاء الله نلحق ما تعتب يلا يلا من دراس وأظل جاي باتجاه مدرسة الرواد ماشي بفتح معك خط قبل ما اوصل بتدلني وين بالضبط ان شاء الله لحق على الفضل لانه الساعه هاي اكثر ساعه مغي يعني الساعه هاي ساعه الغروب اكثر ساعه بتخليك ما تشوفش منيح بين العتمه ومش عتمه يعني بتعمل معنا غباش احنا في منطقه اسمها يا اخوان بطن الهوى والله شايفينها اعرفكم على المناطق كثير ناس عندنا برا من فلسطين بيحبوا يشوفوا المناطق رجعنا نفتح خط شو مشكلة لازم نشوف من تحت انا هيني الرواد على الشمال يا ضل طالع خليك معي على الخط وين اروح يمين؟ انا زير وين؟ طيب لحظة يا حبيبي ارجع ارجع لا جنوني هلا اتعبني قبل ما طخ وقف خف خف وقف 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 هنكم هنكم وقف وينه؟ كبير؟ أيو خلي خلي شو مبين؟ خلي دش شايف شايف دش دش أيو خبي خبي وين التاني؟
مباشر مع الزلمه يا ابراهيم. تفتح معه مباشر على الكاميرا. عالشمال عالشمال هكذا كله يمين يروح يمين 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 شد 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 روح روح دمش ردو جمال 155 كيلو عن جد وزن